سي الحجوبي أحرضان أولا كرجل دولة وكوطني، كان وطني من الأوائل. ما ننساوش أنه في أيام الاستعمار كان قائد، ومع ذلك يعني رفض أن ينساق وراء يعني مناورة المستعمر عندما انفذ جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله. والسي أحرضان عنده عدة صفات، فهو كان عسكري، كان في جيش التحرير، كان رجل في الحكومة، كان عنده مسؤولية في الحكومة في العمالات، ولكن أكثر من هذا وذاك كان ملكي إلى النخاع. كان يدافع عن القيام، يدافع عن الملكية، يدافع على هذه البلاد. وكذلك أنه يعني بصفات بحكم الوظائف اللي كان تحملها، كانت له علاقات كبيرة مع دول إفريقيا في الحروب ضد المستعمر، كانت له علاقات كبيرة مع إخواننا في الصحراء حتى قبل يعني استرجاع الصحراء، لأن عندما كانت عملية جيش التحرير في الجنوب كان كذلك موجود، وكان في المسيرة الخضراء. وطبيعة الحال ما نهضرش على الحركة الشعبية اللي كان مؤسس ديال هذا الحزب، واللي رغم يعني الصدمات اللي ربما تلقاها الحزب بقى هو محافظ على الروح ديال الحركة الشعبية، وخصوصا على ما كان يؤمن به في الدفاع عن القضية الأمازيغية والثقافة الأمازيغية. ونحن في الحركة الشعبية بطبيعة الحال خسارة كبيرة لنا، ولكن أعتقد أن خسارة أكبر بالنسبة للمغرب، لأنه بصم تاريخ المعاصر للمغرب، بصم السياسة في المغرب، وكان رجل قاويا بإيمانه بكلمته، ولكن كذلك بحبه كما قلت للملك والوطن. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.